احتياج ضروري. نمرة اتنين، ان الكنيسة بالنسبة للانسان هي الحضور الدائم للمسيح. انا باجي الكنيسة ليه؟ ابسط اجابة، عشان اقابل المسيح. طب وايه الاية اللي بتوضح لي الكلام ده؟ اخر اية في انجيل معلمنا متى: ها انا معكم كل الايام ولا انقضاء الدهر. طب معنا فين يا رب؟ قال معكم جوه الكنيسة. وعشان كده بنسمي الكنيسة بيت الله، او بيت الملائكة، او بيت القديسين، كل التسميات الجميلة الحلوة دي، او بيت التسبيح. فانت بتيجي الكنيسة علشان تتقابل مع شخص المسيح. قدمة المقابلة تأتي في سر الإفخارستي، سر التناول القداس يعني. لكن هذا لا يمنع ان انا باجي في اجتماع بحضره، ان كنت في مدارس الاحد بحضر اجتماع فصول مدارس الاحد، او بحضر الاجتماعات حسب القطاع اللي بتخدمه الكنيسة. افكركم مرة لما شاول الترسوسي، لما كان يضطهد كنيسة الله بإفراط، فلما ظهر له المسيح في طريق أورشليم سأله سؤال لطيف قوي، قال له إيه؟ قال له: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ طب أنا بضطهدك فين أنت؟ هو اسمك مكتوب عندي، بضطهدك فين؟ هو يضطهد المسيح اللي موجود في كل كنيسة. ويقف يقول بولس الرسول بعد ما سبق شاول الترسوسي وبقى بولس الرسول، يقول لنا ويعلمنا: أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم؟ أرجو أيها الأحباء أنكم تستوعبوا هذه المعاني. يعني تصور أنك هيكل وروح الله يسكن فيك، يسكن قاعد. فالكنيسة هي الحضور الدائم للمسيح، ولا خلاص خارج الكنيسة. يبقى الكنيسة احتياج للإنسان وحضور للمسيح. والحاجة الثالثة بقول